لا تحجزوا فنادق بأسمائكم، تحذير لنواب ديمقراطيين بأمريكا قبل انطلاق مؤتمر الحزب. وفي العراق تراجع الصحافة المطبوعة، أزمة تؤثر على الصناعة والمستهلكين. ومحمد صلاح يحطم رقما قياسيا تاريخيا، وتشيلسي يبحث اليوم عن انتصاره الأول على مانشستر سيتي منذ 3 أعوام. إدمان الإنترنت يهدد صحة الأطفال النفسية، عزلة عن الأسرة ومزيد من العنف. ويبتدي يوم جديد، شمسه تنور كل طريق، نهاركم سعيد بابتسامة تجعل الخير والرزق يزيد. قلنا صباح الخير وعلى الله، الدنيا ريتها ده اليوم شكله جميل يا ما شاء الله، يسعد صباحكم على القاهرة الإخبارية، صباح جديد وحلقة جديدة من استوديوهاتنا في القاهرة. الحقيقة أجواء أكيد دايما ممتعة وجميلة في استوديوهات القاهرة الإخبارية، وإحنا الحقيقة يعني في صباح جديد بنبقى عايزين ندور على كل ما هو جديد علشان نعرضه على حضراتكم ونتكلم معاكم فيه. عندنا أكتر طبعا من موضوع، أخبار طبعا بتخص أو الأخبار الجالية اللي بتحدث في الشرق الأوسط جزء طبعا من اهتمامنا النهاردة. هنروح للولايات المتحدة الأمريكية، هنتابع مستجدات السباق الرئاسي، هل في أي جديد؟ ده هيبقى برضو محور كلامنا النهاردة. وكمان عندنا موضوع غاية في الأهمية بيمس كثير من أولياء الأمور، خاصة الأطفال النهاردة واستخداماتهم المفرطة للإنترنت، هل ده ليه تأثير على صحتهم النفسية ولا لأ؟ وتأثير ده كمان هل موجود على علاقة الأولاد أو الأطفال بأولياء أمورهم والمجتمع اللي حواليهم، وغيرها طبعا من الموضوعات اللي هتكون محور اهتمامنا في صباح جديد. ولكن في البداية دايما آية يعني منورة، بقالنا كتير ما جيناش مع بعض في الحلقه يا جماعه، لسه بلوم حد يا جماعه ينول يوريني الاستوديو فين. انت حتى في لايف من العالمين دايما مش حظي معاك خالص. بصي بقى، انا جبت لك العالمين هنا بقى، احنا بنتكلم عن العالمين براحتنا. الحمد لله على السلامه يا جماعه. صباح الخير طبعا على كل متابعينا في كل مكان، وبخلاف طبعا الموضوعات اللي جت ذكرها، دايما في بدايه حلقتنا بنروح لحاله الطقس ونتعرف على درجات الحراره في معظم البلدان العربيه والعالميه. من التغيرات المختلفة بيشهدها العالم ما بين ارتفاع كبير في درجات الحرارة واجتياح لموجات من الحر، وده بخلاف طبعا الجفاف في كتير جدا من الدول، في حين بتعاني دول أخرى من عواصف رعدية وسقوط لأمطار غزيرة. خلونا نبدأ فقرتنا بالتعرف على درجات الحرارة في معظم البلدان العربية والعالمية. أيضا نتابع
ومن درجات الحرارة هننتقل إلى تشاد اللي بتشهد فيضانات مدمرة اجتاحت إقليم تباستي، وده أسفر عن وفاة 60 شخص على الأقل بالإضافة إلى خسائر مادية كبيرة. لسه بنسخن معاكم كده وهنخش في فقرات تانية مختلفة في صباح جديد، جولة جديدة في عالم الصحافة، أبرز الموضوعات اللي تناولتها الصحف ووكالات الأنباء العربية والدولية. البداية من وكالة الأنباء الفلسطينية، حيث حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا من تقليص إسرائيل المنطقة الإنسانية المزعومة إلى 11% فقط من قطاع غزة، ما تسبب في حالة من الفوضى والخوف بين النازحين. وأشارت وكالة الأونروا إلى نزوح آلاف العائلات في غزة مع إصدار سلطات الاحتلال أوامر إخلاء جديدة. وإلى صحيفة الشرق الأوسط، حيث طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي بالضغط على إسرائيل، منبها على تصعيد لا تحمد عقباه. وأعلن مكتب ميقاتي أنه جرى الآن أو خلال اتصال هاتفي بينه وبين لامي البحث في التطورات الأمنية المستجدة في جنوب لبنان وضرورة أيضا تكثيف الجهود لوقف دورة العنف.
مع الاستعداد لانطلاق فعاليات المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي الأمريكي غدا، نشرت صحيفة بوليتيكو الأمريكية تقرير تقول فيه إن الحزب بعدما قام بوضع نائبة الرئيس كاميلا هاريس على رأس القائمة الشهر الماضي، أجبر مئات المسؤولين على تغيير استراتيجياتهم تجاه المؤتمر الوطني الديمقراطي. كما أوضحت الصحيفة في تقريرها أن المسؤولين في الحزب أعادوا التركيز على هاريس بدلاً من الرئيس جو بايدن، مع عدم تجاهل السنوات الأربع الأخيرة من إدارته. والمزيد حول هذا الخبر من أخبار الصحافة الأمريكية ينضم إلينا الآن الزميل ياسر نور الدين، مراسل القاهرة الإخبارية في نيويورك. ياسر، صباح الخير عليك. ويعني فعاليات الحزب ربما هي واحدة من الموضوعات اللي احنا حابين ان احنا نناقشها بالتفصيل. بداية، لو تطلعنا على تفاصيل هذا الخبر والإعلان كاميلا هاريس مرشحة الحزب في السباق الرئاسي، آخر المستجدات حول هذا الأمر. يعني في البداية دعني أقول لك صباحك خير جاد، صباحك خير آية، صباح مليء بالسعادة والأمل عليكم والسادة المشاهدين. بالفعل الآن جاد لا صوت يعلو فوق صوت هذا المؤتمر والذي سوف يعقد من الغد وحتى 22 من هذا الشهر. هذا يعني المؤتمر جاد سوف يعقد في شيكاغو، وكان في كل مرة انتخابية كان يركز على اختيار الاسم في هذا اليوم، اسم المرشح من الحزب للانتخابات الرئاسية، ولكن هذه المرة مختلفة تماما، حيث أنه بما أن الحزب قد اختار كاميلا هاريس مسبقا باقتراع عن طريق الانترنت مسبقا قبل هذا الموعد، إذن سوف يركز يعني المؤتمر على جوانب أخرى، وهي جوانب برنامج الحزب وبرنامج كاميلا هاريس، وكيف أن الحزب الديمقراطي هو الأنسب، وكاميلا هاريس كيف هي الأنسب لقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. سوف يعقد فترات صباحية فترات مسائية. في الفترة الصباحية في مركز يونايتد، الفترة المسائية في مركز يونايتد، أما الفترة الصباحية سوف تكون في مركز ماكورميك بالاس، وهذه سوف تكون للمناقشات والمقابلات الصباحية. من المتحدثين بطبيعة الحال كاميلا هاريس سوف تكون المتحدثة الأخيرة في اليوم 22 من هذا الشهر، ولكن جو بايدن سوف يكون المتحدث الأول الذي أصبح ليس له من القدر الكبير في الانتخابات بشكل عام، أصبح فقط يقضي المتبقي له في البيت الأبيض من أيام، ليس له أي ثقل سياسي كما يتحدث الكثير من المتابعين. من أيضا أهم المتحدثين بطبيعة الحال الرجل حاكم مينيسوتا ويلز، والذي اختير من قبل كاميلا هاريس ليكون نائبا لها في هذه الانتخابات. كذلك أيضا الأخبار تتحدث بأن هناك رؤساء سابقين منهم باراك أوباما وبيل كلينتون سوف يكونوا من المتحدثين. لكن من الأخبار أيضا الهامة بأنه من المتوقع جاد أن يكون هناك أكثر من 10,000 متظاهر. المتظاهرين ليس فقط قضايا داخلية ولكن قضايا خارجية. المتظاهرون سوف يتظاهرون عن الحرب في غزة، وقد استوقفوا كاميلا هاريس 3 مرات في ديترويت وفي أحاديث أخرى مع الناخبين ليطالبوها بإيقاف هذه الحرب. أيضا قضايا الإجهاض سوف يكون هناك متظاهرين لهذا الشكل، وهذا ما جعل يعني هناك خوف كبير من الشرطة في شيكاغو، وهذا يرجع كما قالت الأخبار لا تريد الأحداث أن تعود إلى الوراء للعام 1968. كان هناك تظاهرات كبيرة وحدث يعني هرج ومرج في هذا يعني اليوم أو هذه الفعاليات، وقامت الشرطة بمهاجمة المتظاهرين
وأصبحت يعني وصمة عار في جبين الحزب الديمقراطي، وهذا ما لا يريد الحزب الديمقراطي أن يسترجع هذه الذكريات. وكان المتظاهرين طيب ياسر في هذه قبل الانطلاق يعني إلى نقطة أخرى إذا سمحت لي، يعني ونحن نتحدث عن المؤتمر الذي يعني ينوي انعقاده الحزب الديمقراطي، من واقع متابعتك للصحف والإعلام الأمريكي، كيف كانت وجهة النظر فيما يخص إدارة الحزب الديمقراطي لملف إعلان كامالا هاريس كمرشحة للحزب؟ ما هي ربما يعني ردود الأفعال حتى الآن؟ جد يعني هي الأنسب من وجهة نظر الحزب، حتى أن جو بايدن هناك بعض الأخبار تقول بأنه ليس سعيدا من خلال بعض الأقطاب في الحزب الذين قاموا بدفعه بأن يقوم بالتنحي والانسحاب من هذا السباق الانتخابي. ليس هناك رضا كامل عن السيدة، ولكن هي الأنسب، هي الاسم الأبرز، هي نائبة الرئيس. هذه السيدة لنقل أنها محظوظة للغاية، إذا ما نجحت في هذه الانتخابات سوف تكون السيدة الأولى التي تتربع على عرش الولايات المتحدة الأمريكية. هيلاري كلينتون حاولت من قبل ولكنها أخفقت. إذن هناك ليس هناك اتفاق كامل عليها، ولكن يعني الانتخاب في الولايات المتحدة الأمريكية جاد لا يذهب إلى الشخص بنسبة 100%، ولكن يذهب إلى الحزب. إذن الناخبون إذا حتى كان منهم أي شخص يعترض على شخصية كاميلا هاريس ولكنه ينتمي للحزب الديمقراطي، يريد أن يكون هذا الحزب الديمقراطي من خلال أهدافه ومن خلال أسسه هو الذي يعني يقود الولايات المتحدة الأمريكية، إذن يعطي صوته للحزب الديمقراطي وليس كاميلا هاريس. ولكن أيضا لا نريد أن نغفل أن هذه السيدة قد تفوقت على ترامب في الأسبوع الفائت في استطلاع للرأي، إذن هي أيضا لا تريد أن تفوت الفرصة بل وتتشبث بها. وأيضا أن السن أقل بكثير من ترامب، إذن الحجة التي كان يتحجج بها ترامب بأن جو بايدن طاعن في السن لم تعد يعني هذه المرة يستطيع أن يستخدمها ضد كاميلا هاريس. أيضا ياسر، تناولت الصحف الأمريكية أخبار عن تحذيرات من مسؤولي الأمن في الكونغرس للأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب ليحضروا المؤتمر الوطني للحزب بعدم حجز غرف فندقية بأسمائهم الخاصة، خوفا طبعا من المتظاهرين. لو تضعنا أيضا في تفاصيل هذا الخبر ياسر. أي المتظاهرون يعني يعد بأكثر من 10,000 من المتوقع أن يتظاهروا للحرب في غزة، وكذلك أيضا لمسائل الإجهاض ومسائل داخلية يعترضون عليها من خلال يعني الاقتصاد المتردي بشكل عام في الولايات المتحدة الأمريكية وعدم وجود وظائف، وكذلك الهجرة غير الشرعية. كل هؤلاء سوف يكونون في محيط تواجد كاميلا هاريس. يعني كان في العام 1968 كان هناك متظاهرون أيضا في هذا التوقيت نتيجة حرب فيتنام، وقام كان هناك يعني استخدام سيء من جانب الشرطة في شيكاغو للمتظاهرين، وحدث يعني أشياء يعني اعتبرت ليست جيدة على الإطلاق في التعامل مع المتظاهرين. يعني الوقت يرجع إلى الوراء أكثر من أو حوالي 56 عاما، حوالي 5 عقود. لا يريد الحزب الديمقراطي أن تسير الأمور كما صارت، ولكن تم تحذير هؤلاء كي لا يعلنون عن هويتهم الشخصية آية، كي لا يتعرضون للأذى من جانب المتظاهرين، حيث أنهم يمثلون الحزب الديمقراطي. وكما تعلمين أن الحزب الديمقراطي عندما يتبنى قضية أو أخرى وحتى الحرب في غزة، فإن المتظاهر يعتبر أنه هو السبب في ذلك، فقد يصيبه بالأذى أو قد يذهب إلى المكان الذي يعني يمكث فيه في هذا الفندق أو ذاك ويقوم بالاعتداء عليه. فجاء هذا التحذير بناء عن كل هذه الأحداث. ياسر نور الدين، مراسل القاهرة الإخبارية في نيويورك، شكرا جزيلا لك ياسر.
من هذا الملف السياسي في الولايات المتحدة ننتقل إلى أجواء الكرة، وتتواصل اليوم منافسات الدوري الإنجليزي البريمير ليج، والذي انطلق يوم الجمعة الماضي. ستكون الأضواء بالطبع مسلطة على ملعب ستامفورد بريدج الذي يستضيف قمة مباريات الدوري أو الجولة الأولى بين تشيلسي وضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة. يأتي هذا اللقاء جاد بعد أسبوعين فقط من لقاء الفريقين الودي بكأس فلوريدا، واللي جرى بينهما في إطار الاستعدادات للموسم الجديد بالولايات المتحدة، واللي انتهى بفوز كبير للسيتي 4-2. ويسعى أيضا سيتي لاستغلال قوة الدفع اللي حصل عليها عقب تتويجه بالدرع الخيرية وتحقيق نتيجة إيجابية من معقل الفريق الأزرق، الذي سيحاول هو الآخر استغلال عاملي الأرض والجمهور. ستكون الأضواء مسلطة على ملعب ستامفورد بريدج الذي يستضيف قمة مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي بين تشيلسي وضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة. ويأتي هذا اللقاء بعد أسبوعين فقط من لقاء الفريقين الودي بكأس فلوريدا الذي جرى بينهما في إطار استعداداتهما للموسم الجديد بالولايات المتحدة، والذي انتهى بفوز كبير للسيتي بأربعة أهداف مقابل هدفين. ويسعى سيتي لاستغلال قوة الدفع التي حصل عليها عقب تتويجه بالدرع الخيرية وتحقيق نتيجة إيجابية من معقل الفريق الأزرق، الذي سيحاول هو الآخر استغلال عاملي الأرض والجمهور. ودائما ما تتسم لقاءات الفريقين بالإثارة، والتي كان آخرها في الموسم الماضي حينما تعادلا بأربعة أهداف بلندن وبهدف في مانشستر قبل أن يتخطى سيتي عقبة تشيلسي بصعوبة بالغة عقب فوزه عليه بهدف نظيف في ويمبلي بالدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي. ولا يزال تشيلسي يبحث عن انتصاره الأول على سيتي منذ أكثر من 3 أعوام، وتحديداً منذ فوزه عليه في مايو 2021 بنهائي دوري الأبطال. وفشل تشيلسي في التغلب على مانشستر سيتي في آخر 8 مباريات رسمية أقيمت بينهما بمختلف المسابقات، حيث تلقى 6 هزائم خلال تلك السلسلة وتعادل في مواجهتين. ويواصل الإسباني بيب غوارديولا مسيرة مع مانشستر سيتي، حيث يستعد لقضاء موسمه 9 على رأس القيادة الفنية للفريق السماوي، بينما يسجل المدرب الإيطالي أنزو ماريسكا ظهوره الأول في مباراة رسمية مع تشيلسي بعدما تولى تدريب الفريق في يونيو الماضي خلفا للأرجنتيني ماوريسيو بوكوتينيو. نعرف تحليل أكثر حول منافسات الدوري أيضا الإنجليزي، بينضم إلينا من لندن سيد محمد قطب الصحفي المتخصص بالشأن الرياضي. صباح الخير سيد محمد، معنا في صباح جديد. والبداية بقى وحدثنا عن مباراة ليفربول ضد إبسويتش تاون اللي استطاع فيها النجم طبعا المصري محمد صلاح تحطيم رقم قياسي جديد، وليصبح طبعا الأكثر تسجيل الأهداف في تاريخ الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز ب9 أهداف. صباح الخير. بالفعل ليفربول بدأ بداية قوية، وبدأ وكأنه تجاوز رحيل يورجن كلوب عن تدريب الفريق لمباريات أرني سلوت مدرب الهولندي الجديد لليفربول. أقنع الفريق في الشوط الثاني فوزا مقنعا على إبسويتش تاون المتحمس العائد للبريمير ليج بعد سنوات طويلة. ومحمد صلاح كالعادته يبدأ الموسم أفضل بداية، يسجل في المباراة الافتتاحية، يصنع هدفا ويؤكد أنه قائد هذه المرحلة في ليفربول، وأنه اتخذ القرار الصحيح بالبقاء في النادي حتى بعد رحيل يورجن كلوب. ليفربول ظهر بشكل جيد قياسا بأنها أول مباراة مع مدرب جديد، لعب على التجانس والقوة التفاهم ما بين اللاعبين الذين قادوا مباريات ومواسم طويلة جدا مع بعضهم البعض، وبدأ ذلك التفاهم واضحا جدا. بقي أن نشير أيضا إلى لاعب مصري آخر كان في هذه المباراة مع إبسويتش تاون، هو سام مورسي، لاعب مميز جدا، بدأ الموسم بشكل جيد ويتوقع أن يظهر بمستوى كبير لأنه قائد هذا الفريق الذي أبهر الجميع بصعوده من الدرجة الثالثة إلى الثانية ثم الآن إلى البريمير ليج. نتمنى له التوفيق هذا الموسم. لكن بالعودة إلى ليفربول، أقنع، قدم بداية جيدة، ومحمد صلاح يقدم نفسه مرة أخرى على أنه واحد من اللاعبين الذين
ينتظر منهم الكثير من قمة نجوم الدوري الإنجليزي في كل موسم، وشهادة كبيرة لاستمرارية هذا النجم المصري. يا قطب صباح الفل. يعني خلينا نتكلم شوية عن زي ما قلت ليفربول، يعني زي ما انت قلت هو اقنع ابدع في المباراه الاولى، ولكن كان في يعني بعض الاسئله حول يعني امكانيه ليفربول من المضي قدما او الاستمرار بنفس النسق على مدار موسم كامل رغم عدم انتدابه اي يعني لاعب جديد في صفوفه في فتره الانتقالات الصيفيه على الاطلاق. هل كان ليك وجهه نظر في هذه الجزئيه ولا لا؟ صحيح، ليفربول لم يجري أي صفقات، والعادة مع المدرب الجديد أن يأتي بعدد من اللاعبين الذين يريد أن يضيفهم للفريق، لكن بحث ليفربول عن لاعب رقم 6، لاعب وسط مدافع، وحاول ضم زوباميندي من ريال سوسيداد، لكن يبدو أنه ليست لديه خطة بديلة. لا يمكن أن ننسى أن الموسم الانتقالات يتبقى عليه أسبوعين، فمن الممكن أن يأتي ليفربول بلاعبين جدد، لكن قوة المجموعة التي لدى ليفربول والرصيد البشري لا بأس بها على الإطلاق. لدينا لاعبين احتياطيين كانوا بأسماء جيدة، كودي جاكبو، داروين نونيز، لم نشاهدهم، إبراهيم كوناتي في قلب الدفاع، إندو الياباني أيضا لم نشاهد هؤلاء اللاعبين. إذن لديه رصيد بشري لا بأس به، لكن ليس طبعا بقوة رصيد أرسنال ومانشستر سيتي. ينتظر أن يدعم ليفربول صفوفه بلاعب أو اثنين قبل نهاية موسم الانتقالات، لكن منظومة اللاعب هي الشيء الذي يمكن أن يطمئن جمهور ليفربول هذا الموسم، لأنه يبدو أن الفريق متفاهم مع ما يريده أرني سلوت على أرض الملعب. طيب بحدثنا بقى، يعني كان هناك 6 مباريات تقريبا بالأمس بالدوري الإنجليزي أيضا، لو تحدثنا عن تقييمك لبداية البريمير ليج بالتحديد ونتائج مباريات الأمس بشكل عام. مباريات الأمس تباينت فيها النتائج ما بين خيبة أمل كبيرة لفرق على أرض ملعبها، منها إيفرتون الذي خسر ب3 أهداف أمام برايتون، بداية قوية لبرايتون أيضا مع مدربه الجديد، ويست هام على أرضه هنا في شرق لندن خسر أمام أستون فيلا، والجمهور خرج مستاء جدا، كنت حاضر لهذه المباراة، خرج الجمهور مستاء جدا من طريقة لعب ويست هام الجديدة مع جولين لوبيتيجي وعدم ظهور مجموعة من اللاعبين الجدد بمستوى جيد. في المقابل جمهور أستون فيلا كان سعيدا جدا بدخول هذا الفريق للموسم، وهو الذي سيلعب دوري الأبطال في وقت لاحق. هناك أيضا نتيجة بارزة هي فوز نيوكاسل رغم أنه لعب ب10 لاعبين على ساوثهامبتون. التعادل ما بين نوتنغهام فورست وبورنموث كان منطقيا قياسا للتفاهم والتقارب في المستوى ما بين الفريقين. وأرسنال وصيف الموسم الماضي حقق النتيجة البارزة، أقنع جدا في مباراته الأولى أمام وولفرهامبتون، فاز بهدفين في لنجومه بوكايو ساكا وكاي هافرز. أرسنال فرض نفسه أيضا واحدة من الفرق التي لن تتراجع هذا الموسم، ستحاول الفوز على مانشستر سيتي والتفوق عليه والفوز بلقب البريمير ليج. بداية متوقعة في معظم مجريات، لا يمكن أن ننسى مان يونايتد أيضا الذي فاز على فولهام في افتتاح الموسم وقدم وجها أفضل مما توقعه الكثيرون في انطلاقة الموسم، خصوصا لمجموعة من اللاعبين الجدد أبرزهم نصير مزراوي المغربي وزيركس صاحب الهدف. بداية منطقية ومتوقعة لمعظم الفرق، وإن كان خسارة إيفرتون تحديدا ب3 أهداف دون مقابل أمام برايتون يمكن اعتبارها في إعداد المفاجآت قياسا لقوة إيفرتون على أرضه ولوجود مدرب جديد على رأس فريق برايتون هذا الموسم. مزراوي يعني الحقيقة يعني بدع جدا وقدم مباراة ممتازة في أولى مشاركاته مع مانشستر يونايتد أمام جمهوره على الأولد ترافورد، والحقيقة يعني فخر للكرة المغربية وإحنا سعداء بأولى مشاركاته. خلينا نروح لمباراة القمة النهاردة أو مباراة قوية هتجمع ما بين مانشستر سيتي وتشيلسي على ملعب البلوز في ستامفورد بريدج، تحليلك لهذه المواجهة؟ غير محظوظ تشيلسي أنه يبدأ الموسم أمام فريق بقوة مانشستر سيتي، حتى في الموسم الماضي بدأ الموسم أمام ليفربول على أرضه في ستامفورد بريدج. تشيلسي يبحث عن نفسه بصفقات جديدة وعدد كبير من اللاعبين ومدرب جديد هو إنزو ماريسكا، في مقابل مانشستر سيتي المنسجم منذ مواسم طويلة الذي يتمتع بأقوى تشكيلة، بطل البريمير ليج في 5 من المواسم 6 الأخيرة. كل العوامل تقول أنها بداية صعبة على تشيلسي، لكن ربما تكون أنها البداية تسهل أو تضع لتشيلسي شيئا من الأمل، لأن السيتي عادة لا يدخل الموسم بقوة كبيرة، يعاني من غياب رودري اليوم، رودري اللاعب الإسباني الذي أتى متأخرا لتحضيرات السيتي،
100% لا يشارك اليوم بحسب ما قاله بيب جوارديولا، الذي يريد منحه شيئا من الوقت ليحضر نفسه للموسم بشكل جيد. أعتقد أن المباراة صعبة جدا على تشيلسي معنويا، لكن فنيا وبدنيا على أرض الملعب إذا كانت تشيلسي جاهزا لهذه المباراة من الممكن أن يقدم وجها مختلفا أمام السيتي الذي عادة لا يدخل الموسم بقوة كبيرة، وإن كان هذه المرة يعتمد على إيرلينغ هالاند الذي ارتاح على مدار الموسم، لم يكن في الصيف لم تكن لديه يورو، لم تكن لديه أولمبياد، وبالتالي هذا الهداف الوحش الكاسر في كرة القدم الإنجليزية سيكون جاهزا لهذا الموسم بشكل جيد. يمكن مباراة الدرع الخيرية اللي لعبها سيتي أمام مانشستر يونايتد وظهور مانشستر يونايتد بقوة وبأداء مميز جدا ربما يبقى دافع لتشيلسي إن هو يقدم مباراة قوية. قبل ما أختم معاك، أنت كنت مكابتن صلاح في الفانتسي ولا كنت مكابتن منين؟ والسلام عليكم. الجولة الأولى دائما محمد صلاح كابتن، يعني خدت لك 28 نقطة. ماشي يا سيدي، كل سنة وأنت طيب، ودايما كده الفانتسي ودايما الأجواء الكرة الإنجليزية معانا، وأشكرك على دايما وجودك وحسن التحليل يعني. طيب هناخدكم شوية بعيدا عن الرياضة ونروح لمهرجان العالمين، وما زالت أجواء البهجة والمتعة الفنية ومفاجآت جديدة طبعا بيقدمها المهرجان كل يوم في نسخته الثانية، واللي بتشهد إقبال غير مسبوق في المدينة الساحرة مدينة العالمين الجديدة، ليجد طبعا الزوار من مختلف الجنسيات ما يسعدهم ويجعلهم يكررون الزيارة مرة أخرى جد. بصي أنا يمكن تكون شهادتي مجروحة، بس هو يعني من الواقع الأمر العالمين الجديدة والمهرجان ده الحقيقة في نسخته الثانية حاجة قمة الروعة. يعني كل أسبوع عندك حفلات غنائية تناسب كل الأذواق، فعاليات رياضية، الجو هناك صراحة ممتع جدا. والأخطر بقى إنك أنت تبقي اتعودتي ومش عايزة بقى ترجعي، يعني أنا هم إحنا رجعت أهو بس حقيقة عايز أرجع تاني. عامة خلينا نشوف إيه الجديد، لأنه كل شوية في أخبار جديدة وفي مفاجآت بيقدموها المنظمين والقائمين على مهرجان العالمين الجديدة. خلونا نشوف مع شروق وجدي مفادتنا من العالمين الجديدة آخر الأخبار اللي دايما بتكون فيها بعض المفاجآت. صباح الفل يا شروق، وطبعا الأجواء زي الفل وجميلة، بس دينا بقى كل الأخبار الجديدة. صباح الخير يا جاد، صباح الخير يا آية، وعامة يعني أنا سمعكم ومستنياك آخر الأسبوع ده يا جاد تطلع من الهواء، تطلع هوا من هنا تاني معانا، وأنا عارفة إنك يعني مشتاق للأجواء هنا. طيب صباح الخير جاد، صباح الخير آية، وصباح الخير على كل مشاهدينا الكرام. طبعا احنا موجودين في منطقة الساحل الشمالي وتحديدا في العالمين الجديدة، بنحضر معاكم كل فعاليات مهرجان العالمين الجديدة وكل التفاصيل وكل الأجندة اللي هتكون موجودة الأسابيع اللي جاية هنقول لكم عليها بالتفصيل. احنا تحديدا في منطقة نورث سكوير معاكم بنحضر كل الفعاليات، طبعا في مناطق تانية مختلفة ولكن احنا هنا دلوقتي في منطقة نورث سكوير زي ما حضراتكم شايفين من ورانا الأبراج الخلابة لمدينة العالمين الجديدة بحوتنا الشاطئ الفيروزي في كل مكان. وخليني أقول لكم على الأجندة. بما انك كنت بتتكلم عن الاجواء يا جد، يا ريت بقى المرحله اللي جايه ايه تيجي معاكم وتغطي معانا هنا من مهرجان العالمين الجديده. فانا عايزه ابتدي معاكم بدرجات الحراره، يمكن تتشجع وتيجي. احنا بنتكلم انه درجات الحراره دلوقتي حالا 28 في مدينه العالمين الجديده، طبعا بنتكلم انه العظمى 32 والصغرى 25، اجواء مناسبه جدا لكل الاسر لكل الشباب لاي حد حابب انه يستمتع بالاجواء الساحليه وبالبحر وبالفعاليات المختلفه، لانه مدينه العالمين الجديده زي ما قلنا ما بتنساش حد، كبار صغار كل الفعاليات
الحيوانات موجودة والبحر أجمل بحر موجود هنا في مدينة العالمين الجديدة. عايزة أبتدي زي يعني ملخص سريع قوي للي حصل الويكند اللي فات، ورغم أنه كان فيه فعاليات كتيرة جدا ولكن مهرجان العالمين الجديدة مخبلنا مفاجآت أكتر وأكبر خلال الأسابيع القليلة القادمة. وخليني أقول أنه طبعا يعني كان في حضور جماهيري ضخم للحفلات والفعاليات الترفيهية المختلفة اللي كانت موجودة، زي الحفل المقام اللي كان اسمه بايتس باي ذا سي، وده كان مهرجان طعام. الحقيقة مهرجان الطعام ده كان بيشمل بلاد عربية مختلفة فيها أكلات مختلفة. الحقيقة أن أنا واضح ان الناس كلها بتحب الاكل، يعني عايزه اقول لك جاد وشيرين جاد وايه انه ناس كتير قوي كانت موجوده في المهرجان دوت، وبعدها على طول حضروا حفله بتاعت حمزه نمره برقم ضخم جدا وسعاد ماسي ومسار اجباري، وكانت حفله من الحفلات القويه جدا. على ذكر الحفلات، احنا بنتكلم انه الاسبوع اللي جاي هيكون في حفله ترفيهيه منتظره ضخمه كانت موجوده معانا في النسخه اللي فاتت من مهرجان العالمين الجديدة، حفلة كايروكي موجودة معنا السنة دي في يوم الجمعة اللي جاية. والمفاجأة اللي عملها لنا المهرجان انه كمان هيشارك الفنان تو ليت مع كايروكي في الحفلة دي. بعيدا عن الحفلة دي كمان طبعا هيكون في يوم مخصص للإعلامية إسعاد يونس، هيكون معاها طبعا الموسيقار الكبير عمر خيرت، واللي اتكلمت كتير وقلت انه بيبقى في تفاعل كبير جدا من أنحاء الوطن العربي أول ما بيتم إعلان حفلة للموسيقار عمر خيرت. فتخيلوا بس معايا انه احنا بنسمع المزيكا الجميلة وبنضحك مع الإعلامية الجميلة إسعاد يونس على أجواء البحر، فما فيش أحلى من كده. الأجندة مليانة، الفعاليات مليانة تفاصيل، كل يوم بيكون فيه جديد. وخليني أقول يا آية ويا جد أنه أي حد حابب يحضر من الوطن العربي كله، أي حد حابب يحضر من داخل مصر من خارجها أو من حواليه العالم، يقدر يحجز تذكرته من على شركة تذكرتي. في فعاليات كتير رياضية، ثقافية، تراثية، ترفيهية، فصدقوني هتلاقوا كل اللي نفسكم فيه هنا في مدينة العالمين الجديدة. نورونا من أنحاء العالم في مصر واستمتعوا بالأجواء في مدينة العالمين الجديدة وتحديدا مهرجان العالمين الجديدة. شكرا ليكي شروق وجدي، دايما بتحاولي تنقل لنا كل الجميل هناك في مدينة العالمين، وهنستناكي بقى انت ترجعي لنا استديوهاتنا هنا في القاهرة. قبل ما نروح للخبر اللي بعده، النهاردة آخر يوم آية لمهرجان نبتة للأطفال. الأسعار التذاكر بتبدأ من 100 جنيه، يعني رقم زهيد جدا. مقابل ده طفلك هيقدر يحصل على كمية متعة رهيبة من رسم وتلوين، أحلام وأفكار، إن هم بيبتدوا يناقشوا الأطفال، يشوفوا إيه الميول والمواهب اللي عندهم، يبتدوا إن هم يحاولوا ينموها، يبتدوا يدوروا على مواهب جديدة من مختلف أنواعها. آخر يوم لمهرجان نبتة النهاردة، أسعار تذاكر زهيدة، وهو ده الهدف. الهدف مش ربحي خالص، الهدف هو استقطاب الأطفال وأن الأطفال يشاركوا يعملوا حاجات يعني تنمي قدراتهم ومواهبهم، مش بس بقى نبقى قاعدين على السكرين. صحيح. وسلبيات الحاجات دي اللي بالمناسبة هنتكلم عنها كمان شوية، ولكن أنك تشوفي الأولياء الأمور والأطفال مشاركين في تجمع منظم وفي حرفية جامدة جدا وفي ناس محترفة بتقدر تتعامل مع الأطفال. من الصورة يا جد أنه يعني أن حتى الأباء والأمهات كانوا حريصين يكونوا موجودين مع الأولاد جوه المهرجان. بالضبط، وفرصة أن الأولياء الأمور يخرجوا من النمط التقليدي بتاع الحياة اليومية، أن هم يعيشوا مع أطفالهم. صح. فرصة استثنائية مش هيقدروا يعيشوها، احنا الحياة بتاخدنا والمشغوليات، ففرصة ممتازة الحقيقة. نخش على الخبر اللي بعده. بتشهد الصحافة المطبوعة في العراق تراجع ملحوظ مما يمثل أزمة بتؤثر على الصناعة وعلى المستهلكين على حد سواء. التراجع ده جد بيعكس التحديات الكبيرة اللي بتواجهها وسائل الإعلام التقليدية، وده في ظل طبعا انتشار التكنولوجيا الرقمية ووسائل الإعلام الجديدة. مع اقتراب اليوم من نهايته في مدينة النجف العراقية، يعود بائع الصحف فاضل علي إلى منزله بخفي حنين، إذ لا تزال حقيبة الصحف المطبوعة التي يحملها ويدور بها في أنحاء المدينة
ممتلئة، ومع اعتماد صناعة الأخبار بشكل كبير على المحتوى الرقمي والتكنولوجيا المتاحة للجماهير في جميع أنحاء العالم، يواجه بائع الصحف الذين يعتمد دخلهم بالكامل على الصحافة المطبوعة صعوبات كبيرة، ويضطرون إلى اللجوء إلى وسائل مختلفة للدخل. كان قبل قرارات، بعد قرارات تمشي جيدة، خلاص نبي شغلات حلوة ويتم لا بأس بيها، بس الموبايل دمر الواي دمر جيدة، هاي الموبايل دمر الصحف كلها الأول والتالي، هاي هاي صح بعد شو تسوي؟ ويظل بقايا تلف، كنا 250 واحد لها بس ثلاثة، ثلاثة بقى من النجف بس عن ثلاثة نبيع، أنا من الكوفة وثلاث واثنين من النجف يبيعون، لا مطيع على أبو جيسة ويقول ما جيد يقول ما تمشي عندنا، يقول ما تبيع على أبو الجام للمسيح لأبو الصوير، هاي على الصحف. وتراجع الصحافة المطبوعة الحاد واضح للبائعين ودور الطباعة والمستهلكين على حد سواء، خاصة خلال العقد الماضي. يعني أنا كمتابع للأخبار بمختلف يعني تفاصيلها وبمختلف أشكالها، أن أنتظر صحيفة لتصدر في اليوم الثاني حتى أعرف ما يعرفه يعني البقية خلال دقائق في 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 وقتها. المعلومة اليوم يعني موجودة تنتشر انتشار النار في الهشيم كما يقال خلال لحظات في جميع أنحاء العالم. لذلك يعني هذه يعني أهم صفة أصبحت اليوم مرغوبة في العالم الحديث، هي صفة التحديث السريع للمعلومات. لذلك فقدت الصحيفة الورقية بريقها. ومع اندفاع العصر الرقمي نحو الذكاء الاصطناعي وانتشار الخوف من المعلومات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لا يزال بعض الناس ينظرون إلى الصحافة المطبوعة على أنها وسيلة للراحة النفسية. وتوقع معهد رويترز لدراسة الصحافة في تقرير بعنوان اتجاهات وتوقعات الصحافة والإعلام والتكنولوجيا أن يكون 2024 عاماً صعباً آخر بالنسبة لقطاع الأخبار، إذ يشهد تحولاً أكبر نحو الإنتاج الرقمي من جهة والاستهلاك من جهة أخرى. يمكن العصر الرقمي فعلا سرع يا جاد من تراجع الصحافة الورقية، ليس فقط في العراق ولكن في بلدان كثيرة. طيب هنروح لموضوع آخر، يمكن أنت يا جاد أشرت ليه، وهو الإنترنت اللي أصبح جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وده بما في ذلك طبعا حياة الأطفال بالتحديد اللي بقى يقضوا ساعات طويلة جدا أمام الشاشات. هذا الاستخدام المفرط بيؤثر بشكل كبير على سلوكهم وبيساهم أيضا في انفصالهم عن السياق الاجتماعي والأسري. الحقيقة الواحد بيشوف يعني فيديوهات ناس يعني أولياء أمور بيوريها لها بتبقى توعوية، سلوك الطفل قبل ما بيتعرض أو بيبتدي أنه هو يخش في مرحلة إدمان الشاشات والإنترنت، سلوكه قبل وسلوكه بعد، الشكل أو الصورة يعني قاسية جدا، أو الصورة الحقيقة معبرة جدا. بتلاقي من طفل هادئ يعني تحس أنه هو سلوكه طبيعي، ما فيش التشنجات أو ما فيش الشد، ما فيش النرفزة، الى العكس او الى هذا السلوك. فتأثيرتها هل هو ده بشكل مباشر وهو الوحيد اللي بيبقى بيسبب الى هذه التوترات او التأثيرات السلبية؟ ربما، وده جزء من حديثنا النهاردة، الى اي مدى معدلات العنف بتزيد مع التلاميذ مع تعرضهم للشاشات واستخداماتهم للانترنت. التفاعل الرقمي المكثف هل بيؤدي الى تبني سلوكيات مكتسبة غير مرغوب فيها، مما يتطلب اهتمام أكبر من الوالدين والمربين لضمان توازن صحي في استخدام الأطفال للإنترنت؟ تعالوا نتابع التقرير. تعتبر مرحلة الطفولة مرحلة حيوية في حياة الإنسان، حيث تعد الفترة الأساسية لاكتشاف وتنمية القدرات التي تمتد آثارها طيلة الحياة. ومع تقدم التكنولوجيا وظهور الإنترنت كأداة أساسية في الحياة اليومية، تواجه تربية الأطفال تحديات جديدة تفرضها طبيعة العصر. الاستخدام المفرط للإنترنت من قبل الأطفال أصبح قضية ملحة، حيث يمكن أن يتحول في بعض
الأحيان إلى إدمان يؤثر سلباً على نموهم وتطورهم. تشير الدراسات إلى أن الأطفال والشباب الذين يقضون وقتاً طويلاً على الإنترنت يعانون مشاكل نفسية لم تكن موجودة لديهم مسبقاً، مثل القلق والاكتئاب واضطرابات النوم. تلعب هذه التحديات دوراً كبيراً في تشكيل سلوك الأطفال، حيث يؤدي الإفراط في استخدام الإنترنت إلى انفصالهم عن الأسرة والمجتمع، ويؤثر على تفاعلهم الاجتماعي ومهاراتهم التواصلية، ما يجعل من الضروري اتخاذ الوالدين والمربين خطوات جادة لضمان توازن استخدام الأطفال للإنترنت، مع تعزيز الأنشطة الاجتماعية والبدنية التي تدعم صحتهم النفسية والجسدية. هنتكلم أكثر عن هذا الموضوع. بينضم إلينا الآن من أبو ظبي دكتور حسين عمر، استشاري الطب النفسي. صباح الخير دكتور حسين معنا. وبداية كده في حديثنا، كيف ممكن أن يكون شكل التأثير فعلا والاستخدام المفرط للإنترنت على الصحة النفسية للأطفال؟ صباح النور عليك وعلى كل المشاهدين. هو طبعا ده موضوع مهم جدا، وفي شويه حاجات اساسيه لازم نتكلم فيها قبل ما نتكلم بالتفصيل في الاثار السلبيه للاستخدام المفرط للاجهزه الالكترونيه والشاشات والانترنت. احنا كبني ادمين اول ما بنتولد مخنا بيبقى فيه حوالي 86 مليار خليه، وال 86 مليار خليه دول بمرور الوقت بيعملوا حاجه بنسميها نتوركس او شبكات. الشبكات دي قايمه بشكل اساسي او هتنشا أو هتتكون فقط عن طريق التعلم من الآخرين والاحتكاك بالآخرين والدخول في علاقات مع الآخرين. العلاقات معنا بمجرد أتكلم مع حد، أشوف وأخرج معه أتكلم. فللأسف الشديد لما الطفل بيقضي وقت كتير جدا على الشاشات وعلى الإنترنت، الجزء الأساسي من التعلم الاجتماعي والتعلم العاطفي للأسف بيتخرب، بسبب انه الشخص بدل ما بيتعامل مع بني ادم عنده مشاعر وعنده لغه وعنده تواصل اجتماعي بيتعامل مع جهاز زي الصنم ما فيهوش اي روح، ما فيهوش اي عواطف ومشاعر، وده يخرب كتير جدا في النمو العاطفي والنفسي للاطفال. وده طبعا اللي بعد كده بيؤدي الى مشاكل كتير، من ضمنها طيف التوحد، اضطراب فرط الحركه وقله التركيز، وحاجات تانية زي مشاكل الغضب، لخبطه النوم، توتر، قلق، اكتئاب، وحاجات تانية كتير. طيب دكتور، يعني لو احنا هنتكلم عن التوازن، ازاي ان احنا نخلق توازن صحي للاطفال، والموضوع بيكون صعب خاصه ان انت بمجرد ما بتقول للطفل هدي لك 10 دقايق او ربع ساعه او نص ساعه انك انت تمسك فيهم التابلت تلعب، حتى لو هنسميها الالعاب التعليميه او الاديوكيشنال جيمز اللي بتسمى، يعني لو هنقول حتى النموذج الامثل، بيبقى صعب ان هو يعني يلتزم بال10 دقايق دول او المده، دايما يقول لك زود لي. فكيف نحدث توازن؟ هو طبعا ما خلينا ندرك انه الاطفال في السن الصغيره ما بيبقاش عندهمش ادراك كامل لايه الصح وايه الغلط، وده دورنا احنا بقى كاباء وكامهات. فمهما حاول الطفل ان هو يزن او يطلب وقت اطول، احنا عشان عارفين انه ده مش هيفيده، احنا نلتزم بالوقت اللي احنا اتفقنا عليه. وطبعا انت قلت نقطه مهمه، اللي هو لو الوقت اللي بيقضوه على التابلت او على الموبايل، لو هو فعلا بيعمله الحاجات التعليميه، الحاجات اللي هي ممكن حتى لو بيتفرجوا على كرتون، ده في حد ذاته مش وحش. يعني المشكله لما بيتسابوا يعملوا العاب فيديو جيمز عاديه جدا ودي بتسرق الوقت وما بتفيدهمش في اي حاجه، او بيتفرجوا على اللي هي الريلز او الشورت فيديوز اللي هي بتقلل قدرتهم على الانتباه، لان هي حاجات بس صغيره وقصيره ومتتابعه، وبتخرب لهم جهاز اللي احنا بنسميه عندنا في المخ البشري في كذا بادبة او تقدر تقول موصل عصبي مهم جدا. في حاجة اسمها سيروتونين، في حاجة اسمها دوبامين، في حاجة اسمها نور ادرينالين. احنا كأطفال محتاجين ان احنا ننشأ في توازن ما بين الاجهزة دي.
لكن للاسف الشديد كل الاجهزه الالكترونيه والفيديو جيمز المصممه انها بتكسبلويت او بتستغل فقط الدوبامين والنور ادرينالين، وبالتالي بيحصل نوع من انواع اللخبطه، ولما يحصل لخبطه في الدوبامين ده يحصل مشاكل كتير جدا زي ما قلنا، من ضمنها اللي هو الاتنشن سبان او اللي هو القدره على التركيز لفتره طويله بتقل، والطفل بيبقى محتاج ستيميوليشن او تنشيط طول الوقت، وده للاسف اللي بيخليهم بعد كده عندهم مشاكل في التركيز ومشاكل في الانتباه ويعملهم حتى مشاكل دراسيه. هل يا دكتور ممكن فعلا الاستخدام المفرط للانترنت وبشكل كبير للاطفال بالتحديد ممكن ان يتسبب بحاله نفسيه تتطلب تدخلات علاجيه؟ 100% طبعا. لما بنسيب طفل معزول عن العالم، معزول عن التواصل الاجتماعي مع اللي حواليه، معزول عن ان هو يكون شبكات التواصل الاجتماعي في مخه وشبكات التواصل العاطفي وتنظيم العاطفه، لما بنسيبه في اوضه لوحده مع حته حديده، سواء حته الحديده الموبايل او الايباد او تابلت، فللاسف بنأثر جدا على النمو العاطفي الطبيعي، وبالتالي بعد كده الاطفال دول عرضه بشكل كبير جدا لمشاكل كتير جدا، مشاكل اجتماعيه ومشاكل نفسيه ومشاكل سلوكيه. فطبعا احنا، انا مش عايز اخوف الناس، بس الحقيقه انه مهم جدا 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 ان احنا نقلل وقت استخدام الشاشات لاولادنا، وحتى الوقت اللي هم بيبقى فيه على التابلت او على الموبايل لازم نعرف هم بيتفرجوا على ايه ونختار الحاجات اللي بيتفرجوا عليها. وما نتضايقش لو الاطفال ما تقبلوش، الطفل بطبيعته مش هيتقبل ده، لان هو الحاجات دي بتبقى اتراكتيف وجذابه، ولكن احنا علينا مسؤوليه ان احنا نعمل الصح لاولادنا. صحيح يا دكتور. دكتور حسين عمر استشاري الطب النفسي، كنت معنا من ابو ظبي، شكرا ليك يا دكتور. والحقيقه يعني البديل هو ان احنا يعني طبعا مش تخصصي، بس من واقع يعني حديث مع متخصصين في هذا المجال، انه لازم ولي الامر يوجد بديل. يعني احنا العالم مش هو مجرد التابلت للطفل. يعني محتاجين احنا كاولياء امور ان احنا نبذل مجهود شويه ان احنا اولادنا دول يخشوا يشاركوا في اي نشاط رياضي، حتى فترة الصيف بيبقى وقت طويل، وقت أجازة، أو ممكن يخشوا اللي هي بيسموها السمر كامبس أو المخيمات الصيفية ديت. الأطفال هيلعبوا ويعملوا كل حاجة من غير اللجوء إلى التابلت. حافظت على سلوكه، خليت أنه هو ينمي، ممكن يروح مهرجان نبتة آخر يوم للنهاردة. أنا يعني شغال دعاية مجانية، هو يستحق. ولكن هي الفكرة أنه لازم إحنا كالأمور نستثمر وقتنا لاولادنا، يعني ده وقتهم، فابذل مجهود شويه، معلش تعال على نفسك واقعد مع ابنك او بنتك او وديهم اي نشاط رياضي، ده وقتهم مش وقتك انت. صحيح كده. وصلنا لختام حلقتنا يا جد، انتظرونا غدا ان شاء الله في نفس التوقيت من صباح جديد.